السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي محبي الهيونداي الانترا سي ان 7 الجديدة واللي اشتراها وناوي يشتريها، خلي بالك من حاجة مهمة جدا وانت بتستلم عربيتك او تخلي بالك منها دايما عموما، اللي هي الطبة الامامية دي. الطبة الامامية دي في اكسدام يا جماعة، دي المفروض ان هي طبعا هي اتقفلت فانا مش هينفع افتحها تاني. الطبة دي تخلي بالك منها وانت بتستلم عربيتك من اي معرض، لانك ساعات ممكن تنساها او عميل ممكن ينسى ان هو يستلمها، و ممكن بعد كده بتبقى بفلوس كتير قوي، وفي نفس الوقت ممكن يستلم العربية ويركنها في الشارع وتضيع، يقول لك انا مش لاقيها. فانت وانت بتستلمها اصلا من المعرض خلي بالك منها، لان في ناس كتير قوي بتنساها. انا حبيت انصح النصيحه دي لوجه الله تعالى، ممكن تكون بسيطه وناس كتير قوي تقول لي تنتقدني، تقول لي يا عم الفيديو اللي انت بصوره ده، لا والله العظيم انت ممكن تحتاس عليها وتقف عليك ب 2000 جنيه الطبه دي، الطبه البسيطه دي. فارجو النشر على اوسع نطاق في الجروبات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.